الائتلاف الوطني السوري بعجالة. أهلا بكم. عقدت هيئة التفاوض السورية ووحدة دعم الاستقرار والدفاع المدني السوري فعالية خاصة بخصوص تسليط الضوء على النتائج التي خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شباط الجاري واستعراض احتياجات السكان في شمال سوريا. وحضر الفعالية رئيس الائتلاف الوطني السوري ورئيس هيئة التفاوض السورية ورئيس الحكومة السورية المؤقتة، إضافة إلى ممثلين عن الدول المانحة والمنظمات الدولية والمحلية. قال سالم المصلت رئيس الائتلاف الوطني السوري خلال فعالية خاصة عقدت لتبيان نتائج الزلزال المدمر في الشمال المحرر إن حجم الكارثة التي ألمت بنا كبير والمصاب جلل، وهو ما يضاعف المسؤولية ويضعنا أمام أيام طويلة من العمل المكثف. لابد من الإسراع في إصلاح ما خربه الزلزال وأي تأخير في إعادة البنية التحتية في المناطق السورية المتضررة قد يكون له تبعات صحية خطيرة على الناجين وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن. وأضاف إن تكاتف وتعاون السوريين أمر ضروري ويجب ألا يقف عند عمليات الإيواء والإغاثة والإنقاذ، إنما يجب أن يستمر هذا التكافل إلى مرحلة ما بعد الصدمة. قال بدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية خلال فعالية خاصة عقدت لتبيان نتائج الزلزال المدمر في الشمال المحرر إن محاولات النظام في استغلال الكارثة التي ضربت السوريين لتعويم نفسه وابتزازه للمجتمع الدولي في ملف المساعدات وسرقتها هو أمر واضح للعيان. وأضاف إن هناك استغلال جلي لمأساة السوريين والتربح على حسابهم سياسيا وماليا. إن مأساة السوريين بدأت منذ 11 عام على يد نظام الأسد الذي مارس عليهم القتل والاعتقال والتهجير وضربهم بالعديد من الزلازل البشرية التي صنعها. الحل السياسي هو بداية إنهاء مأساة السوريين، ولا يكون ذلك إلا بإيجاد آلية لتطبيق القرارات الأممية. قال عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة خلال فعالية عقدت لتبيان نتائج الزلزال المدمر في الشمال المحرر: لقد بدأنا في الحكومة المؤقتة منذ اللحظات الأولى للزلزال بالتحرك السريع والفاعل، وتم اتخاذ مجموعة واسعة من التدابير والإجراءات لمواجهة التداعيات المرعبة للكارثة الإنسانية. إن جميع المؤسسات تكاتفت لمواجهة الأزمة، ومنها الجيش الوطني السوري بتوجيهات من وزارة الدفاع، والذي استنفر كافة الجهود ووضع كل الإمكانيات لتقديم المساعدة للأهالي ضمن المناطق المنكوبة.